شوف انا دايما معاكم في كل مبادرة او طرح انتوا بتطرحوه يساهم في نجاح اي جهد للدولة يعني. لكن انا هقول لك على حاجة قلتها قبل كده، انا طبعا موافق عشان بس ما ننساش يعني، لكن انا عايز اقول لك على حاجة انا قلتها قبل كده، قلت ايه؟ ان انتم وانتم شغالين انتبهوا قوي لثقافة التعلم في مصر. صحيح. ثقافة التعلم يعني ايه؟ يعني المجتمع المصري بيتعامل مع التعليم ازاي؟ ايوه. وعنده استعداد يقبل يجرب أيوه. لغايه فين؟ أيوه. ويتحمل يا دكتور مصطفى لغايه فين؟ عشان النهارده ما تجيش تعمل طرح، هذا الطرح واحنا شفنا الكلام ده خلال السنوات اللي صحيح. فاتت. وشفنا ان الناس بتبقى خايفه ان التغيير يكون على حساب ولادها، وده امر احنا نقبله ونحترمه لانه طبيعي. انا ابني او بنتي في المدرسه وانت بتقول في طرح جديد، انا مش مطمن، خايف ان الطرح ده يأذي ولادنا او يأذي ابني في التجربة. فهنا اتصور ان احنا محتاجين دايما في كل حاجة من حوار ايوة حوار مجتمعي، تعالوا نتكلم مع بعضنا وتعالوا نبقى احنا أيوة. أيوة. مستعدين، يبقى عندنا يعني محامي أخذوا عطاء، يبقى عندي فرصة ان انا حتى لو يعني اطمنك باجراء اخر. صحيح. تبادلي انتقالي. يعني ايه تبادلي انتقالي؟ يعني بما انك انت بعمل معاك المرحله دي دلوقتي وانت خايف وانا معاك خايف معاك أيوة كمان أيوة. طب انا حامل مرحله انتقاليه للمده لغايه لما تترسخ التجربه او المسار اللي انتوا طرحينه باجراء انتقالي اخر او باجراء اضافي يعالج اي صحيح. يعني اثار جانبيه للفكره. تمام. اثار جانبيه للفكره. لكن انا المشروع المؤتمر اللي انتوا عايزين تعملوه انا معاكم فيه ونحضره، بس انا كنت عايزك تقول لي لو انت المدارس اللي هي اللي فيها فكره زي يعني اللغات الدوليه او قول لي مثلا ايه، طب ساعدني بان انا هو دكتور مصطفى هيبقى زعلان قوي دلوقتي وخايف ان انا ورطته في الفلوس. لا قول لي مثلا ايه، نعمل 100 مدرسه، المدرسه 20 فصل؟ لا احنا عندنا خطه للتوسع في هذه المدارس الحقيقه، يعني طبعا ده الرؤيه المستقبليه عندنا ان احنا هنوصل ل 200 مدرسه اي بي اس في خلال الخطه الخمسيه اللي موجوده. انا ما عنديش وقت للخطه الخمسيه. صحيح. ماشي. قول لي النهارده المدرسه 20 فصل ولا اكتر من كده؟ المدرسه 30 في 30 40 فصل. 30 40 فصل او فرصه بقى يا دكتور يعني. اما فرصه. طب على كل حال انا دايما اقول ده، يعني لما انت طرحت عليا وطرح عليا ان القطاع الخاص عايز يعمل، قلت لهم يا جماعه طب انتوا عبال ما تاخد اخصص لك ارض وانت تبني وتاخد وتشوف. صحيح. تريبل بيل الفكره دي، طب ما تيجوا تعالوا احنا كحكومه نعمل المدارس دي، وده جزء المشاركه بتاعتنا مع القطاع الخاص، وهو ياخد ويدير ويبقى تكلفه تغطيه العمليه التعليميه هو بخلال ادارته تحت اشرافنا في للفكره اللي احنا محتاجينها يعملها. على كل حال انا ما اعرفش المدرسه تتكلف كام. هو الفصل حاليا دلوقتي وصل ل 800 ألف جنيه انشاء يعني نقول 500 ل 600 يعني. مش كده؟ لا 500 ل 600 ألف. لا. طب على كل حال يعني انت بتتكلم في 3000 فصل. مش كده؟ ماشي. يعني حوالي 15 مليار. يا دكتور. لا مش هعبر بيه، ما احنا عايزين، اصل التعليم ده لازم ياخد قوه دفع هائله. والله انا من غير ما تقول لي والله. يعني انت عندك شك؟ لا طبعا ابدا. لا صحيح. لا أبدا. يعني مش محتاج تحفيز. لا ده انا نفسي. طيب احنا نقول ان شاء الله اذا كانت الاراضي موجوده يا دكتور وجاهزين ان احنا وانتوا اخترتوها طبقا يعني التوزيع الجغرافي والتوزيع السكاني والكلام اللي بيتحط في الدراسه بتاعتكم، نتكلم ان احنا نبدا في ال 100 مدرسه دول احنا في شهر 10 شهر 10 نقول ان شاء الله يعني بامر الله سبحانه وتعالى نقدر خلال سنه
المئة مدرسة دول يخشوا. شكرا في خمطة يعني. شكرا جزيلا. احنا بنبدأ وكده. طب انا عشان الدكتور مصطفى ما ضغطش عليه زيادة عن اللزوم برضو هنحط رقم معتبر من تحيا مصر الدكتور مصطفى كصندوق يمول جزء من المئة مدرسة دول اللي هم إذا كنت أنا فاهم إن هم أيوة. هيبقى جزء منهم مدارس الاي بي اس ومدارس شوف أنتوا عايزين إيه بس إحنا المتكاملة للغات في 3000 فصل عشان الدكتور ما إيه كده يعني مع برنامجك العادي اللي أنت أيوة. شغال فيه. تمام اتفضل. شكرا في خمط الرئيس بجد يعني.